اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج مؤشر النيل الذي نستعرض فيه بالارقام والتحليل مؤشرات البورصه المصريه والتي تراجعت بشكل جماعي لدى اغلاق تعاملات الاثنين، حيث هبط مؤشر البورصه الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبه 21% ليصل الى 9746.46 نقطه، كما هبط مؤشر اي جي اكس 70 للاسهم الصغيره والمتوسطه بنسبه 1.42% ليصل الى 651.44 نقطة، وتراجع مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 82% مسجلا 11,171.47 نقطة، وامتدت موجة الهبوط تشمل مؤشر اي جي اكس 20 محدد الاوزان النسبية ليخسر نحو 44% مسجلا 11.52.32 نقطة. نتحول مشاهدينا إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث تصدر قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك قطاعات السوق بنسبة 29.91%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 28.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 9.88%، وحل رابعا قطاع البنوك بنسبة 7.12%. أما بالنسبة لفئات المتعاملين من داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على نسبة بلغت 71.67%، ثم اتجه المستثمرون العرب نحو البيع أيضا واستحوذوا على نسبة وصلت إلى 6.3%، واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء وحصلوا على 22.3%. يأتي هذا فيما مال الأفراد نحو البيع وحصلوا على نسبة وصلت إلى 62.38% من التعاملات، بينما اتجهت المؤسسات نحو الشراء وحصلت على 37.61%. أما بخصوص الأسهم الأكثر ارتفاعا، فقد تصدرها سهم القاهرة للخدمات التعليمية بنسبة 9.13%، تلاه سهم القاهرة للاستثمارات والتنمية بنسبة 4.85%، ثم سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 3.75%، يليه سهم المصريون للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 3.41%. وبالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرها سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 7.52%، ثم سهم المجموعة المصرية العقارية لحامله بنسبة 7.11%، تلاه سهم بنك قناة السويس بنسبة 6.77%، ثم سهم أطلس لاستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي بنسبة 6.49%. هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايضة بالبورصة المصرية نحو 2.2 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 528.2 مليار جنيه وسط تعاملات تجاوزت 1 مليار جنيه. ومشاهدينا يسعدنا أن الاستاذ عادل عبد الفتاح خبير اسواق المال، اهلا بحضرتك يا استاذ عادل. اهلا وسهلا. نشوف ونتعرف على هذا التقرير الذي يقدم تحليل لاداء البورصه اليوم، ثم نبدا تحليلنا فعليا، فلنتابع هذا التقرير. اكتست مؤشرات البورصة المصرية باللون الأحمر في دلالة على تسجيلها لتراجعات جماعية في ختام تعاملات الاثنين. السوق تأثرت بعمليات بيع من قبل المؤسسات والصناديق العربية والمستثمرين المصريين، بينما مالت تعاملات المؤسسات والصناديق الأجنبية نحو الشراء.
رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خسر نحو 2,200,000,000 جنيه ليصل إلى 528,200,000,000 جنيه، وتجاوزت التعاملات 1,000,000,000 جنيه. مؤشر البورصة الرئيسي إيجيكس 30 تراجع بنحو 21%، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 بنحو 1.42%. وشملت التراجعات مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقا ليخسر 82% من قيمته. خبراء ماليون أشاروا إلى أن السوق ما زالت متباينة الأداء ويغلب عليها الطابع الانتقائي لشراء الأسهم، مؤكدين أن من الصعب على صغار المستثمرين تحقيق أرباح بسهولة في مثل هذه الأجواء. وأضاف الخبراء أن الحركة الصعودية في السوق جاءت عن طريق بعض الأسهم المؤثرة في المؤشر الرئيسي إيجيكس 30 مثل البنك التجاري الدولي ومصر الجديدة للإسكان وطلعت مصطفى وهرمس وسودك. وأكد الخبراء أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 ما زال ضعيفا مقارنة بالمؤشر الرئيسي إيجيكس 30، خاصة بعد أن تخطى حاجز 666 نقطة وعاود الانخفاض مرة أخرى ليتداول أسفله، مما يشير إلى ضعف في السيولة. ونصح الخبراء المستثمرين بضرورة الاحتفاظ بنسبة سيولة أو نقدية في محافظهم والحد من استخدام الشراء الهامشي مع مراقبة نقاط إيقاف الخسائر أو الحفاظ على الأرباح، مشيرين إلى أن مؤشر السوق وصل إلى مستويات سعرية يمكن أن يواجه عندها مقاومة أو جنيا للأرباح. أرحب بحضراتكم من جديد ونبدأ تحليلنا لأداء البورصة اليوم مع الأستاذ عادل. أستاذ عادل، بداية البورصة المصرية النهاردة تراجعت تراجع جماعي والسوق خسر حوالي 2.2 مليار، قراءة حضرتك إيه لأداء البورصة اليوم؟ الحقيقة هو ده طبعا متوقع في هذه الأيام بعد الارتفاعات الكبيرة جدا اللي حققها السوق خلال الفترة اللي فاتت، خلال الشهور اللي فاتت، مش هنقول خلال الجلسات القريبة اللي فاتت فقط، وتحقيقه مستوى لم يحققه تقريبا من شهر 7/2008. حقق مستوى إيجيكس 30، حقق مستويات لم يحققها منذ هذا التاريخ، فكان لابد طبعا من جني الأرباح. المستثمرين وخاصة الأفراد عندهم اهتزاز في التعامل كبير في هذه الأيام بعد الخوف من حدوث جني أرباح مفاجئ يكبدهم خسائر، فده اللي بيؤدي إلى حدوث الاهتزازات اللي احنا شايفينها في السوق هذه الأيام، إضافة إلى التعاملات فعلا اللي ممكن نطلق عليها عنيفة بالنسبة للمؤسسات وخاصة المؤسسة المصرية في عمليات الشراء والبيع بتؤدي إلى هذه الاهتزازات العنيفة في السوق. طيب بالنسبة لحجم التداولات النهاردة، هي وصلت حوالي 1 مليار، ربما تجاوزته بشيء بسيط، هل ده معناه ان نقدر نقول مؤشر عودة السيولة الى السوق؟ الحقيقة ما نقدرش نقول الكلام ده، لان السوق تقريبا اذا حذفنا الصفقات اللي نفذت النهاردة، منها مثلا صفقة على سهم القلعة بحوالي اكتر من 100 مليون جنيه، هنلاقي ان السوق بيدور حوالين تقريبا متوسط التعامل اللي بيدور حوالين 800 مليون جنيه يومي. انما لابد ان نشير هنا ان احنا اكدنا قبل كده ان عملية شهادات استثمار بنك قناة السويس مش هتؤثر على البورصة بالسلب زي ما كان بيتخيل بعض الافراد او بعض الاشخاص، لان احنا هو بدون مقاطع حضرتك هو بيقوله البعض يرى ان مسألة كان مشروع قناة السويس الجديد والاستثمار فيه سحب الأضواء من البورصة، يعني ماذا دقة هذا الكلام؟ يعني هي دقة هذا الكلام أنا دايما بقوله دايما، يعني يمكن متعاملين في السوق ولمسين ده من أرض الواقع مش مجرد كلام، إن عميل البورصة غير عميل البنوك، وممكن بيكون في عميل مشترك وبيخصص جزء من استثماراته للبورصة جزء من استثماراته للبنوك، ما بيجرش أحد هذه الاستثمارات على الآخر، فبالتالي سحب هذه السيولة الكبيرة 14.5 مليار في يومين ده لو بيؤثر على البورصة كان أثر بشكل عنيف جدا، إنما هو زي ما بأكد إن عميل البورصة غير عميل البنوك، وبالتالي شهادات الاستثمار قناة السويس ما أثرتش على التعامل في البورصة. يعني نقدر نقول برغم تراجع البورصة اليوم 2.2 خسائر، يعني هي في المعدل العادي برضو، ده مش المعدل العادي يعني. بدليل ان يوم الخميس ويوم الحد كان بدأ الاكتتاب
او شراء شهادات استثمار قناه السويس ولم يؤثر هذا على البورصه. طيب بالنسبه لمؤشر الاسهم الصغيره المتوسطه 70، هو الحقيقه وصل لمستوى 660 نقطه الا انه بيتراجع، وكثيرين بيروا ان هو ليس على المستوى، يعني تفسر ده ايه حضرتك؟ ده يمكن زي ما قلت لحضرتك بسبب الخوف اللي عند الافراد من ارتفاع مؤشر، وخاصه المؤشر الرئيسي اللي دايما العين عليه، ارتفاعه بشكل كبير جدا، والحديث عن امكانيه حدوث تصحيحات قويه مثل التي حدثت قبل ذلك في تقريبا في اخر شهر 6، كان في اهتزازات قويه جدا في السوق. ايضا لابد ان نشير اسهم اي جي اكس 70، عارفين انه بيطلق عليه تقريبا مؤشر اسهم الافراد في الغالب، فحصل في اليومين اللي فاتوا حصل ما يشبه المجابهات ما بين هيئه الرقابه الماليه وبعض المضاربين على بعض الاسهم. في الغالب تعودنا الملاحظ بدقه لاداء السوق في فترات كل ما بيحصل هذه المجابهات، من ناحيه ان هيئه الرقابه الماليه بتواجه المضاربين بشده، منع المضاربات الغير منطقيه او غير حقيقيه على الاسهم، بيحدث هذه الاهتزازات، والكلام ده يمكن حاصل في بعض الاسهم زي ما حصل مثلا في سهم الاي اي سي اللي احنا شفنا بيان من مجلس الاداره في حديث لم نشهد مثله من قبل من مجلس اداره، انه بيتحدث عن متابعه يوميه لسعر السهم على الشاشه. كلنا عارفين طبعا مجلس الاداره دوره في اداء الشركه نفسها المفروض ملوش اي دور، فكان ده طبعا ادى اشاره سيئة جدا بالنسبة للسهم، والسهم انخفض بشدة، وهيئة الرقابة المالية واجهت ده، واجهت أيضا محاولات شراء أسهم بطريقة غير صحيحة، أسهم يمكن إضافة لأسهم الخزينة وهم لم يعدموا أسهم الخزينة عن الفترة الماضية، وحاولوا شراء أسهم عن إحدى الشركات التابعة ب 15 مليون سهم. المهم إحنا بنتكلم في ده مش على سهم ذاته، إنما فعلا الملاحظ أما بيحصل مثل هذه الحالات بتعمل قلق بالنسبة لسوق الأفراد، وده يمكن اللي حاصل له المؤثر الرئيسي على إي جي إكس 70. طيب ده نفسر زي ما بتقول حضرتك بيأثر على سوق الأفراد. لاحظنا في التاني جلسة على التوالي إن الأفراد والعرب بيبيعوا في حين ان الاجانب بيشتروا، يعني معروف ان الاجانب اللي عندهم رؤيه وقراءه مستقبليه. ده طبعا لابد ان الفرد المستثمر الصحيح يبص لده، وخاصه والمفروض يكمل ده بانه يستثمر في الاسهم ذات الملاءه القويه او الاسهم اللي بيستثمر فيها المؤسسات والاجانب عشان يقدر يجني ارباح في الفتره دي. لان لو حضرتك تابعت الافراد في خلال تقريبا الشهرين اللي فاتوا معظم الافراد بيشتكوا، احنا شايفين المؤشرات بتطلع بنسبه جيدة جدا، ومعظم الأفراد بيشتكوا إنهم ما بيقدروش يحققوا أرباح، بل على العكس بعضهم بيحقق خسائر، لأن ما زال اتجاههم اتجاه لأسهم المضاربات أو الأسهم ملهاش ملاءة مالية قوية وما بتشتغلش فيها مؤسسات بشكل كبير، والفترة اللي فاتت كان مسيطر عليها المؤسسات والأجانب بشكل كبير جدا. الإحصائيات بتقول إن الأجانب حققوا صافي شراء في شهر 8 يتعدى تقريبا 800 مليون جنيه، واتجاه شراء يعني يمكن جلسة أو جلستين اللي تخللها عمليات صافي بيع. ده طبعا مؤشر جيد جدا على المدى المتوسط إن شاء الله لأداء جيد للبورصة. طب تنصح حضرتك إيه المستثمر الفرد بقى عشان يحاول يعوض من نسبة خسائره، وإزاي يقدر يعمل زي ما نسميها إذا صح التعبير انقرائية صح للسوق، يعني من خلال التداولات والجلسات المتلاحقة؟ أول حاجة يكون بيستثمر في سهم يعرف عنه بعض المعلومات. للأسف احنا بنشوف مستثمرين أفراد بيتعاملوا على أسهم لمجرد إن حد قال له خش في السهم ده، ده طبعا مش المفروض أبدا. احنا قلنا بنقول دايما إن المستثمر دي فلوس أهم شيء تقريبا في حياته، يعني مدخل رزقه ورزق أولاده وبيته وكل ده، لابد أن يبذل شيء من الجهد للاستثمار في الأسهم أسهم معينة، وبالتالي يكون عنده معلومات عن أسهم معينة. لو عنده معلومات أسهم معينة مش هيحط فلوسه في أسهم مضاربة في ناس بتغرر بيه وبتحقق مكاسب على حسابه وبالتالي بيحقق خسائر. لابد ان اليومين دول يستند الى اسهم ادائها على ارض الواقع اداء قوي، وبالتالي يكون واثق في سهمه حتى في حاله حدوث اهتزازات في السوق يحتفظ بالسهم، لانه واثق ان السهم ده هيجي له ارتداد ويحقق فيه ارباح. انما السهم اللي ملوش قيمه بيخلي المستثمر يفرط فيه بشكل سريع ويحقق خسائر، هو اساسا مستعد بالخوف يعني هو داخل. انما لو هو في سهم عارف، يعني زي ما قلت لحضرتك مش لازم يكون عارف درسه دراسه كامله، انما يكون عارف عنه بعض المعلومات وواثق برضه يعني لحد كبير يعني. ما احنا عشان كده بنقول دراسه، يعني جزء من الدراسه وجزء من المعلومات، ما بنقولش دراسه كامله. وطبعا القراءات في متخصصين بيكتبوا وبيحللوا، الشركات دلوقتي فيها اقسام استشارات ماليه بتؤدي نصيحه جيده جدا بالنسبه للعملاء، يهتم العملاء بذلك، وبالتالي اما يخش يستثمر في سهم حتى اذا اشترى بسعره وابتدى السعر ده ينزل هيكون واثق
واثق في هذا السهم انه حقق ارتداد وده فعلا آه. وده فعلا بيحصل بشكل كبير. طب بمناسبه استاذ عادل الكلام على الاسهم، هنلاحظ ان اسهم الخدمات الماليه باستثناء قطاع البنوك طبعا، الاتصالات، العقارات ترتبت، يبقى العقارات ثم الاتصالات هي بتشهد تصاعد. تمام. تقدير حضرتك وقراءه حضرتك لاداء تفسيره كل شيء من ارض الواقع، يعني دايما القطاعات اما بيحصل فيها ارتفاع في اسعارها ونشاط في قيم التداول بيكون ده لان نشاطها فعلي على ارض الواقع بيحصل فيه شيء من التطور. قطاع الخدمات الماليه غير المصرفيه اكيد ان حصل فيها نشاط بشكل كبير جدا، والشركات ابتدت تحقق ارباح على عكس السنوات اللي فاتت بفعل طبعا نشاط السوق، بفعل انتعاش قيم التداول نسبيا اكيد في 2014، كل ده ارتد على اداء الشركات وعلى نتائج اعمالها، وبالتالي ابتدت هذه الشركات يحصل نشاط في التداول عليها. طبعا شفنا الاسهم القياديه في هذا القطاع زي هيرمس وباينيرز كان عليها اخبار جوهريه واهتمامات من بعض المستحوذين، سواء هيرمس اذا كان في اهتمامات من المستحوذين او باينيرز بحركه اللي عملتها الاتفاق مع شركه رؤيا والاندماج او تبادل اسهم ما بينهم، ده طبعا عمل نشاط كبير جدا في القطاع مصحوبا او مؤكدا بنتائج اعمال جيده جدا بالنسبه لهذا القطاع. طيب استاذ عادل، وزير التخطيط الدكتور اشرف العربي اعلن ان هيكون هناك مؤتمر مصر الاقتصادي في شرم الشيخ في فبراير المقبل ان شاء الله، وزي ما هو معلوم ومعروف هتحضره شركات استثماريه كبيره، رؤوس اموال، رؤساء لدول، قطاعات كثيره من اللي بتهتم بسوق الاستثمار وتهتم انها تكون لها دور في الاستثمار في مصر. شايف حضرتك تاثير هذا المؤتمر على الحاله الاقتصاديه والناحيه الاقتصاديه ايه من هنا لحد ما يعقد وبعد انعقاده؟ هل يجلب استثمارات؟ الحقيقه مع قرب انعقاد هذا المؤتمر اعتقد في المجال اللي احنا بنتكلم فيه، يعني مجال الاوراق الماليه ومجال البورصه، مع قرب انعقاده هيؤثر بشكل جيد جدا على اداء البورصه، لان احنا طبعا مش عايزين نقرر ان البورصه بتسبق الاحداث وبتقرا المستقبل. المؤتمر ده ان شاء الله اذا احسن الاعداد ليه، وفي الغالب ده حادث لان لو لم يكن هناك اعداد جيد للمؤتمر كنا تعجلنا وعملنا المؤتمر ده في شهر 8 او في شهر 10، انما واضح ان التاجيل من خلال القراءات ايضا ان التاجيل ده لاعداد مشاريع ودراستها دراسه جيده جدا لعرضها على المستثمرين. فالمؤتمر ده ان شاء الله في حاله نجاحه، في حاله تحقيق الهدف منه اللي هو هيجذب حوالي 60 مليار دولار ما بين استثمارات وما بين منح وما بين يعني قروض، اعتقد ان شاء الله باذن الله المؤتمر هيكون عامل فاصل جدا وفتره فاصله في بالنسبه للاقتصاد المصري، ما قبله بالنسبه للبورصه المصريه وما بعده ان شاء الله بالنسبه للاستثمار والوضع الاقتصادي على ارض الواقع. طب المهندس ابراهيم محلب، قرر رئيس مجلس الوزراء اصدر قرار باعتبار صندوق تامين العاملين في من الاوراق الماليه اعفائهم بيحميهم من المخاطر غير التجاريه طبعا اللي هي الناشئه عن انشطه الشركات العامله في مجال الاوراق الماليه، وبيعتبره شخصا مستقلا لا يهدف الى الربح، وبيشار اليه باختصار صندوق حمايه المستثمر من المخاطر غير التجاريه. عايز اعرف من حضرتك دلاله صدور هذا القرار وتاثيره ايه؟ طيب انا اقول لحضرتك بس اوضح للمشاهدين نفهم الاول المشاهدين اولا بالنسبه للصندوق ده، يعني بالنسبه للعاملين في مجال الصندوق ده على فكره قائم منذ فتره تقريبا يمكن من 6 أو 7 سنوات على الاقل، وقائم وراس ماله يتخطى تقريبا حاليا حوالي المليار ونص مليار جنيه، فصندوق قائم بالفعل. في اعتقادي انا اطلعت على القرار يعني قبل ما ادخل على طول، في اعتقادي ان القرار ده تجديد لمده الصندوق فقط، لان حتى قريت النقاط المخول للصندوق العمل بيها لقيتها نفس النقاط اللي احنا بنتعامل بيها ونفس الاسباب اللي انشئ من اجلها الصندوق. ففي تقديري الشخصي ان القرار تجديد لمدة عمل الصندوق، لأن مثل هذه الصناديق بتنشأ بقرارات بيكون ليها مدة معينة بتتطلب قرار آخر للتجديد للصندوق. طبعا صندوق حماية المستثمر احنا اتكلمنا فيه كتير جدا واتكلمنا في تعديل أهدافه، وطبعا أهميته تعويض المستثمر عن الخسائر الناجمة لرأس ماله في السوق أو الاستثمارات في السوق الخارجة عن إرادته، يعني فرضا يعني إفلاس شركة سمسرة، شركة وساطة، أو عمليات النصب اللي كانت بتحدث والحمد لله هي خلاص بقالها أكتر من سنة ما بنسمعش، كنا بنسمع عن هروب بعض أصحاب شركات السمسرة، الصندوق ده برضو أنشئ لمثل هذه الحالات.
فإحنا بس كنا تكلمنا في تعديل بعض بنود الصندوق، وفعلا ابتدوا يعدلوا في عملية التعويض بالنسبة للمستثمر، كانت 100,000 جنيه أقصى يعني تعديل في الضوابط، يعني في الضوابط إنما احنا بنتمنى أنه فعلا يتوسع شوية في عملية تغطية الخسائر الناجمة للمستثمرين طبعا اللي هي الخارجة عن إرادتهم وأسباب غير متعلقة بهم، ما بتكونش نتيجة عن بيعهم وشرائهم في السوق. طب أستاذ عادل، أخيرا توقعات حضرتك لأداء السوق هذا إن شاء الله؟ أعتقد أن السوق على فكرة الفترة اللي فاتت أما كان عدى 9300 وما بين 9300-9500 كانت الناس متخوفة بتقول أن في تصحيحة كبرى، السوق عدى الكلام ده وأصبح حاليا 9700. أنا ما زلت إن شاء الله أتوقع أن السوق هيفضل في زبزبة ما إلى الصعود على المدى المتوسط إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى إن شاء الله أنه يتجاوز كمان 10,000، نسمع زي ما بنسمع بره 11,000 و12,000 نقطة بإذن الله. إن شاء الله. أستاذ عادل عبد الفتاح خبير أسواق المال، نشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات وهذا التحليل. شكرا، وان شاء الله يكون لنا لقاءات اخرى باذن الله. ان شاء الله. شكرا. شكرا يا فندم حضرتك. مشاهدينا بذلك نكون وصلنا الى نهايه حلقه اليوم من برنامجكم اليومي مؤشر النيل، والى اللقاء في حلقه اخرى، ونشكركم على حسن المتابعه.